بالنسبة للرئيس الحكومة رئيس الدولة القرار اللي خذيه به برش هو مفاجئ الناس الكل، لكن هذاك هو الواقع فهمت، خاطر هو الإنسان نظيف يحب يجدد. أنا متنا أنا فما مساج عديته هكا في رمضان قالوا له استعمل مساج الحكومة، قلت لهم قتلونا بالحياء فهمت. الدنيا ما عادش عندنا أمل، العبد ولا ماشي هايب من الحرابش ومن الشراب ومن الهم، مش باش نحكي لك وخيتي ايش باش نحكي لك، كل حاجه كاين بالفلوس، الكوره موقفه، الفن موقف، الثقافه، المدارس، التعليم، المعلمين ما همش مش قاعدين يخلصوا، الناس كلها تحب هيت. ما نكذبش عليك انا، ما انا القرار اللي خذاه الرئيس الناس كل فرحانه به، وذاك هو اللي يسمى كما مصر. مصر كي دخلوا عليها الارهاب وتزير قضوا عليهم، حتى احنا كيكا. وبالنسبه لعبير موسى اللي صار فيها زاد الكل الذي كنحبها، عبير موسي انا لا انتخبتها، انا بنت بورقيبه، نرجع ديما بنت بورقيبه، بقينا احنا نحبوها، انا بكيت عليها عبير موسي يضربوا فيها في البرلمان وكل مره واكل كلام الزيد، واكل البرلمان هذاك حتى في كفي شرطه ما تشوفوش، نهار كله هما يتنقروا، هذا يقول وهذا يقول، وهو الشيخ اللي بيه الفايده مسكر على روحه مع البالوش بالطاقه جمله واحده، شيخ في علاماته، وسرقوا الفلوس الدولة، ما عندنا العباد فرغت البلاد، لا عندنا سبيطار فيه الدواء، العباد قاعدة تموت، لا تاع الكورونا، لا ايش باش نقول لك، أنا نتمنى يمشيوا 83 و 84 سنة برا على روحك، استقل، ما عملتوا شيء، ما عملوا شيء، يخدموا في مصالحهم، فهمت، أنا نشوفوا كل شيء وقاعدة اشتر العباد اللي منتخبتهم هكا يمشي وعاملين شاري للعباد بطاله باش الناس نسوا عليهم فهمتني. ويا انا ما نحبش، انا نحب كما كنت قبل، نحب الدوله استقلال، نحب كما رئيس الدوله حسب ما يحكي. انا رئيس الدوله اللي هذايا تو انتخبوه الشعب والكل، انا ما انتخبتوش لكن يعجبني خاطر ما نعرفوش. انا كنت في ليبيا وجيت، جيت بعد الثوره نلقى المشاكل هذي وثوره ودرا شنو. اما خير ليبيا ولا تونس؟ أنا كنت في ليبيا معزه مكرمه في عهد بن علي، وقت كي صارت ثوره تونس القذافي حل البوابه وقال لهم حتى تونسي ما تحطوا يديكم عليه. شنو كنت عامل في ليبيا؟ كنت نخدم، كنت نخدم لاباس عليا، الحمد لله يا ربي، والغدوه يحبوني ويجيوا ويشوفوني يحنوا علي. معرسه غادي ولا هون؟ لا ما عنديش، انا طلقت، عندي بنيه بركه وربيت لها ولدها صحيح، ولد بنتي الحمد لله وكها. انا نتمنى ولد بنتي، مشيت تستا في التراجي تو نبعثولك اخزري نوريك تصوير افريكان راجلها من الكوت ديفوار فهمت. انا ديما نحكي كان على ولد بنتي هذايا نحبوا ينقذوه لي، انا يحب الكره باش يموت، واللي ما عندوش 500 و600 ريتو هذايا ولد بنتي افريكان اصله، من حقي هي باش الدوله التونسيه تعاونوا في الكره كل شيء بالفلوس. انا ما عنديش، انا ما عنديش، انا نحب تعاونوني، يدخل لي ترينا يحب يترين، انا نحي من جلدي ونعطي هذاك ولد بنتي امير السيسي. سيسي يقول لي مما انا راني رئيس مصر سيسي، ولا سنين اللي تعدي الحمد لله ما عندي ما نقول لك. هذاك اش نقول لك بالنسبه للدوله ما تعجبش، نهار كله يتنقروا توا كل شيء ودرا شنو ودرا شنو. بصراحه القرار اللي خذاه الرئيس قرار هايل برشا، انا ما فتنتش بيه، انا في الليل يضربوا لي في التليفونات خاطر يعرفوني ما نحبهمش بصراحه. انا بالنسبه حزب النهضه ما عنديش معاه وكاهو، ما ريتش منه حتى مصالح كيف في بعضهم فهمت، ما ريتش ما ريتش ما ريتش حتى شيء. انت وقتاش جيت لتونس من ليبيا؟ جيت بعد الثوره. وعلاش؟ ماني جيت عاد ما صارت ثوره ليبيا، ولا نجي انا بعد كي قامت غاديك الثوره. انا دخلت في بعد الثوره. توا كي الوضع تحسن في ليبيا ماكش ناويه ترجع؟ ربي يعلم دليل وقت ربي سهل اللي سهل. بالنسبه لي انا علاقاتي به الليبيين باهين معانا، الليبيين باهين توا والغدوه وبعد غدوه، انا عرفتي تحبني برشا جيو. شنو هي الفرق ما بين العيشه في ليبيا وفي تونس؟ خاطر ناخذوا في حقوقنا، كي كان بالقذافي الضوء الماء ما يخلصش، ولا الحق انا عرفتي نهار السبت ونروح كر نمشي عندي بنتي في زواره وانا في طرابلس، تعدي لي المقازات تعبي لي قفه هكا بالقضيه باللبسه لولد بنتي، فرق هما كرامي. انا نشكرهم برشا من عائله ترهونيين، هو ترهونا. وخديت راجل تونسي ولا ليبي؟ ليه شكون؟ انا راجلي تونسي وطلقته مشي على روحه،
كنت في باريس زيد درت انا درت. احكي لي ملا شويه على باريس. كنت في فرنسا، كنت في ايطاليا، عندي اوراقي وكل شيء ايطاليا باهية عندهم، خذيت حقي فهمت. انا مره وتتني كا وقت عشكيت وقفت وقتها عش في ايطاليا وقت نخدم هنا حسيل ونع نطيب الكوماندون. تبارك الله هك درتها الكل. الكوماندون تحطني في الكوزينة تلاين كيفاش انا خدمت في الكوزينة عملوا قريف عليه كيفاش تونسية بتخدم حطني انا نخدم وناخذ في الفلوس كل شهر وقتها 3 ملايين واش الحمد لله فهمتني. وخديت حقي في الاوروب يعطوك حقك المرجل توا لا كاريتاس من بولونيا توا معناها كونتاكت تقول لي نون تشيني انت بور المومنتو بركي تشيب مولت التونيزيني تخلص لها في البوليت وفي الكوش حتى غادي عنه في التوينسه. شو الحاله دي حتى تلاقي راهي عملت مع التوينسه ما نجمش ننكر في هذا والغدوه نحبهم انا. ما زلت تعمل في تونس؟ هاني وختي ساهل جيت على خاطر ولد بنتي هاي صارت هكا ان شاء الله ربي سهل فهمت. خاطر علاش توا ماذا بهم الناس كلها تهج وقعدوا فيها هما باش يردوها احكي لي شنو خدمت في باريس وشنو خدمت في ايطاليا وشنو خدمت في ليبيا؟ طبيخه ديما ندوز طبيخه حتى هنا نعمل ميناج زاده ساعات عند ناس لتوا لان انا توا نخدم عند ناس تبعت للحزب الديمقراطي الدستوري تابعين بورقيبه وناس مليح معايا الحق عائله كبيره ويرحم والدي والناس عندي ناس برشا. فما فرق كبير بين الخدمه في تونس وفي ايطاليا؟ والله توا بور لو مومون كيف كيف تنجم تقول بالنسبه للخدمه اللي يحب يخدم يخدم بقينا احنا حنا ما يخلصكش في حقك يحرص عليك فهمتني. غاديك فام دو ميناج مثال تخدم الصباح في المحكمه في المحكمه في ايطاليا معناها تمشي الصباح بوقت واحد فهمت وقت واحد مش يعني ترجع فما انا لقيت تلقى الخير في اي راتسه الا بصراحه انا اللي شفته هنا وتعذبت بالقديك جيت لتونس وصابره رغم العذاب صابره لكن انا مش على روحي راه وين نجف في ما في جيت انا عملت حياتي ونعيش ونحكي طليان فرنسي كما تحب انا من دور ندور بقينا الجيل توا الصغار مساك شغيل توا كيما ولد بنتي تشوف في الزتله يشوف في الحرابش يشوف في السخط يشوف. قديش عمره ولد بنت؟ عمره يوم سنين الكوليج عنده في الكوليج كنت شوف يهبل ولد بنتي. يحبوا يطلع جوا؟ يحب هو مش انا عمو جون جاك تيزي وكتست في التراجي ونستنى حتى نكلمه فلان نعطيه ما عنديش باش نعطيه 500 ألف ولا مليون عليه وخيتي. حتى الكرة الكل رقدوها من الرشاوي كانت عبيد الكليب افريكان كانت عاتية فالور والتراجي قبل وين وعتوقة وين الدنيا تو مشي على روحه وتكلم ياك تشوف فيهم يسرقوا في بعضهم ما عادش تو لا كرة لا ثقافة لا تمثيل لا خدم الناس بطالة. أنا المرة الأخرى في التلفزة الراجل اللي عداوه في مدنين بقعة هكا متخرج هو ومرته عنده في الجغرافيا استاذ في الجغرافيا بطل هو ومرته عنده 14 وكانزون يخدم غدا يبيع في البرويتا. لكن أنا الحق متاع ربي نطلب من رئيس الحكومة رئيس الدولة هو وقف وقف هو دخل من الباب الكبير أنا واحدة من الناس الشعب أنا أونجاجي حتى الحبس مش مشكل. وحاجة أخرى يلزموا يحل الدوسيات في كل دارة خاطر برشا داخلين بالسيرتيفيكا مضروبة ما هم مضروبة سيرتيفيكا مضروبة فهمت هكا يمشي يدلس اللي هو ماخو الباك والكل باش يدخلوا برشا يخدموا في وزارات ما يلزمهمش. أنا المرة الأخرى الطفلة وين هي غلطت لي في البوستة تخدم قلت لها يا وخاتي نعرف زوز تبارك الله خاطر كي تحط واحدة صيانة تبدا على الاردينة تك تك يحطوا فيهم جهيل تجيبها قال شنو وخاطر اللي في البرلمان نتاع عندهم واحد من السياسه كادر تدخل للداخليه ولا تدخل للواحد هذوما يلزم السيد الرئيس يجبد الدوسيات كل اداره ان شاء الله تونس يدخل لها بالزين يدخل لها بالدنيا الكل وكل اداره يعمل فيها التفقديه يشوف لي الساعه الشهاده اللي مضروبه اللي داخلين يخدموا بها واللي عندهم شهيد بطالة هذه أول حاجة يعملها أول حاجة الشهيد اللي يعملوا فيهم بالفلوس بالملايين كما يعملوا في زاد دي مليون يترفكوا هذوكم كل دارة يدخل لها من السبيطارات من البنوك من الدنيا كل. أنا عندي واحدة دفعة 7 ملايين داخل البنك الفلاحي ما عندهاش حتى 6 شهور ملي تخرجت قرات في عهد بن علي هذي
يعني الرشوة راهي من قبل مش من تو، تو زادت.